مركز الندى لعلاج العقم والحقن المجهري وأطفال الأنابيب، أكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وعمليات الذكورة والمناظير الجراحية. غرف عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية، كما يوجد أحدث وحدة تشخيصية وجراحية لعيوب الإنجاب، وأحدث جهاز لفحص البويضات وجمعها، وأحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة. جميع الوسائل لمعالجة العقم والتلقيح الصناعي والتلقيح المجهري. أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط. فريق طبي متكامل على أعلى مستوى. مع مركز الندى، حلمك مش مستحيل. مركز الندى للخصوبة تحت اشراف الاستاذ الدكتور طارق الجندي، استشاري النساء والتوليد والعقم والحقن المجهري. كان لنا لقاء لنظرة الامل لنظرة الخير لنظرة التفاؤل يوم الحصاد. ربنا سبحان الله تعالى نسأل الجميع ان يدعي لها انها تقوم بالسلامة، والنهارده يوم الولادة ربنا يقومها لنا بالسلامة. نتعرف باسم حضرتك يا فندم. احمد عبد المنعم عبد الفتاح. اسم المدام يا فندم؟ اسماء ممدوح محمد علي. كان حضرتك كان في ايه بالنسبة لحضرتك يا استاذ احمد؟ المدام كانت تعبانه وكان جالها نزيف، وكنا رحنا للدكاتره وقالوا ان الرحم يتشال ومش عارف ايه، وجينا للدكتور طارق الله يبارك له وقال لك ان شاء الله حافظ لكم على الرحم وكده. يعني انت حضرتك لفيت بره وقالوا لك يعني نشيل الرحم؟ دي كانت صدمه بالنسبه لاي حد عامه، يعني صعب حاجه كلمه استصار رحم. ده الرحم ده من عند ربنا سبحانه وتعالى المفروض نحافظ عليه. طب انت حضرتك كانش لسه ربنا انعم عليك بنعمه الخلف قبل كده ولا كان ده معايا حنين ومحمد؟ ربنا يخليهم لك. والنهارده المدام ان شاء الله هتولد النهارده وهتطلع وانت مبسوط النهارده ان شاء الله. طب ناخد كلمه من المدام بعد اذن حضرتك. تعرف اسم حضرتك يا مدام؟ اسماء ممدوح محمد. أنا بحضرتك يا مدام اسماء، احكي لنا اللي حصل مع حضرتك بالنسبه قبل مركز الندى وبعد مركز الندى. والله انا تابعت مع كام دكتور بره وكده، فبرضه كان جاي النزيف جالي مرتين، فتحولت على المستشفى قعدت فيها 15 يوم، كل مره 15 يوم. فالحمد لله جينا للدكتور طارق والحمد لله قال لي يعني ولاده ما فيش استئصال ولا حاجه. نحمد ربنا ان الطب بخير والحمد لله. والنهارده يوم الولاده ان شاء الله، وهنسجل معاكي بعد الولاده ان شاء الله وانت شايل. تقولي ايه للجمهور النهارده اللي هيشوف حضرتك؟ يعني اللي لسه ربنا ما انعمش عليهم بنعمه الانجاب، تقولي لهم ايه بالنسبه للدكتور طارق؟ ده كله العايز. يعني انت وجهه نظرك في الدكتور طارق، مش عشان ده تلفزيون، صراحه دكتور ممتاز. طب انا مش هارك حضرتك عشان الولاده، نسال الاستاذ تقولي النهارده للجمهور اللي هيشوف حضرتك وهيشوف المدام بتاع حضرتك. ان احنا يعني ان شاء الله يعني كل اللي مشتاق ومحتاج يعني عايز ربنا يديله. يعني الدكتور طارق راجل ونعمه واستاذ كبير، وربنا يعني كل اللي عايز خلفه ويعني وربنا يرضيه بعد ثم بعد ربنا الدكتور طارق. يعني النهارده نقول الطب بخير والحمد لله. التشخيص الصح في المكان الصح، لما يكون دكتور مناسب بيبقى في المكان المناسب. لكن لو وصلت للدكاتره اللي حضرتك كنت بتمر معاهم كان هيبقى الله يقدر استئصال رحم والكلام ده كله، كان هيحصل برضو مشاكل زوجيه والكلام ده كله، صح ولا؟ نعم. أنا لكن الحمد لله ربنا اكرمك النهارده وان شاء الله هتطلع بالمولود ان شاء الله من دار الندى ان شاء الله. تقول ايه النهارده بالنسبه للحاجه؟ انا حاسس ان حضرتك مبسوطه. طب نسمع من حضرتك زغروطه النهارده؟ ما بعرفش. طب انت ام الزوج ولا ام الزوجه؟ ام الزوج. انت عايزه تبقى جده بقى برغم ان جدي جد ربنا يديك الصحه.
ربنا يطلعك كده النهارده وانت شايل احفادك يا رب، يحسن ما بين ايدك يا رب ويكفك شر المرض. تقولي لي النهارده اللي هشوف ابن حضرتك ومراته تفرح زينا. اللهم امين يا رب، الناس كلها تفرح ويفرحنا ويفرح امه لا اله الا الله. يصلح حالكم وحالنا وحال الجميع يا رب. يا رب تصلح حالنا وحالكم. منين يا حاج؟ من قطيفه العزيه الشرقيه. اه الشرقيه منوره الدنيا في بنا يا حاج. ماشي وفنا يا رب ويفادوكوا المولى. اللهم امين يا رب، يا رب يفادوكوا كلكم ويقومها لنا بالسلام ويكبرها هي وجميع ما خلق يا رب. بالنسبه لموضوع العمليه دي، الست دي عامله النهارده مرتين قيصريه قبل كده، ودلوقتي المشيمه عندها صعب تحت مطرح الجرح هنا، وطبعا دي هنا في ريسك او خطوره ان لا قدر الله ممكن الرحم ينشال، عشان ممكن يبقى ايه المشيمه لازقه او في نزيف شديد. فاحنا نتوكل على الله ونخش كده وربنا المستعان. لا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يلا يا بنتي، دي لحظه النجاح ولحظه الفرحه الكبيره للدكتور طارق. ومنزلنا من داخل غرفة العمليات إلى غرفة أطفال مع الدكتور طلعت لإطمئنان على البيبي، وسيبنا الدكتور طارق للحالة ونرجع للدكتور طلعت. طمنا على الحالة يا دكتور. الحمد لله، هي بنته كويسة خالص، صدها كويس، قلبها كويس، علامتها كلها كويسة الحمد لله، مفيش أي عيوب حقيقية ولا حاجة الحمد لله. الحمد لله. يعني أنت شايف الحمد لله تمام. دي كانت حالة مجهرة يا دكتور طلعت؟ كانت حالة مجهرة. ربنا يكرمك يا رب ويسعدك يا رب. بالتوفيق يا دكتور. مركز الندى لعلاج العقم والحقن المجهري وأطفال الأنابيب، أكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وعمليات الذكورة والمناظير الجراحية. غرف عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية، كما يوجد أحدث وحدة تشخيصية وجراحية لعيوب الإنجاب، وأحدث جهاز لفحص البويضات وجمعها، وأحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة، جميع الوسائل لمعالجة العقم والتلقيح الصناعي والتلقيح المجهري، أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط، فريق طبي متكامل على أعلى مستوى. مع مركز الندى، حلمك مش مستحيل. وما زلنا من داخل مركز الندى.
احمد شكرا للبرنامج ربنا يخليك. مركز الندى لعلاج العقم والحقن المجهري وأطفال الأنابيب. أكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وعمليات الذكورة والمناظير الجراحية. غرف عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية. كما يوجد أحدث وحدة تشخيصية وجراحية لعيوب الإنجاب وأحدث جهاز لفحص البويضات وجمعها وأحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة. جميع الوسائل لمعالجة العقم والتلقيح الصناعي والتلقيح المجهري. أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط. فريق طبي متكامل على أعلى مستوى. مع مركز الندى، حلمك مش مستحيل.